بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على examination of cardiac patient، وقلنا examination مكون من ثلاث حاجات مهمة جدا: general examination و local examination و auscultation. الاول خلصنا الحاجات البداية position of patient ينبدو وانت داخل هتبص عليه، faces وانت داخل هتبص عليه، vital signs والناس كلها هتعملها، pulse temperature blood pressure، دول مهمين جدا جدا. هنبتدي examination. examination تلات اجزاء كبار جدا: general examination زي اللي بعمله وانا بفحص neurological patient و chest patient و abdominal patient، هو general examination. و local exam مكون من inspection palpation percussion لوحدهم، ثم auscultation خدناه لوحده. تلات حاجات: general examination, local examination and auscultation. نبدأ بالgeneral examination، نشوف الهاندز. ممكن الهاند تبقى سويتي وسويتي وحاجتين، يا سويتي وسخنة يا سويتي وساعة. سويتي وسخنة فكر سايروتوكسكوز، سويتي وساعة فكر في لو كارديك اوتبوت او عيان نيوراتك، عيان قلق زي اللي رايح الامتحان الصبح تلاقي ايديه مبلولة ومتلجة. لكن في اكسبشن خطير، افرض عيان انا مشخص هارت فيلر، خلاص ده هارت فيلر، وانا براجع الفيزيكال ساينز اللي انا كتبتها لقيت ان دي وورم، يبقى عندي عنوان مهم في الطب اسمه وورم هانز ان هارت فيلر. ايه اللي يخلي واحد هارت فيلر مفروض يبقى ايده ساقعه تبقى وورم؟ ممكن يبقى هارت فيلر مع سايوتوكسكوز، ممكن هارت فيلير مع ليفر سيروز، ممكن هارت فيلير مع انيميا، ممكن هارت فيلير مع بيري بيري. ممكن المجموعه دي لا يمكن الهارت فيلير هيخف الا ما صلح اللي انا قلت عليه. مهما اديت علاج هارت فيلير عين سايتوتوكسيك مش هيخف، مهما اديت علاج هارت فيلير عين انيميك مش هيخف، مهما اديت هارت فيلير علاج وعنده ليفر سيروز ادفانسد مش هيخف. فيبقى دول وورم هاندز ان هارت فيلير، دي مهمه جدا. يبقى انا بسلم على العيان، شفت ايده ساقعه وساقعه وسخنه ولا ساقعه ويعني ايده متلجه وبيل وكده، كل الكلام ده سهل جدا. عرقانه وسخنه غير عرقانه وساقعه. عرقانه وساقعه غالبا ده نيوروتيك بيشنت، عرقانه وسخنه غالبا ده سايروتوكسيك بيشنت. بص على ايده ممكن تلاقي بيل، البيل غالبا متلجه غالبا يعني لانها لو كارديك، لكن ممكن جدا ما تبقاش بيل وتبقى ريد. الريدنس في الليفر سيل فيلير بياخد حتت معينه سينر هايبوثينر وتحت الصوابع كده، ده في الليفر سيل فيلير هنتكلم عليه ان شاء الله اما هنتكلم على الليفر. اتفقنا؟ يبقى انا شفت ايده، هبتدي بقى من شعر راسه لاصبع رجله وانا ماشي، ده ايه؟ جنرال اكزامينيشن. بشوف عينيه، هتشوف في عينيه حاجة وما تشوفش حاجة، هتشوف في عينيه حاجة وممنوع تشوف حاجة. هنشوف في عينيه جونز، هشد جفنه ده لتحت، لازم يكون in daylight، in daylight مش لمبة، ممنوع. ويكون العيان هو اللي وشه للضوء وانت ظهرك للضوء، يعني ان الشباك اهو. لو انا شفت جونز كده غلط، لازم العيان اللي يبقى ناحية الشباك وانا ظهري للشباك، عشان طبعا الجندس العميق ما حدش هيغلط فيه. احنا بنتكلم على تنج يعدي منك، تنج في جندس قليل جدا يعدي منك. فبنشوف عيني جندس، هنقول عيان كاردياك وعنده جندس، تفتكروا يكون ايه؟ معظم الطلبه او معظم الدكاتره الصغيره تعتقد ان جندس ما دام قلت قلب يبقى هارت فيلير ورايت سايد وكونجستد ليفر وعمل جندس. لا، اما جيت 100 واحد عنده جندس غالبا من 100 عدد كبير جدا يطلع فيرال هيباتايتس غالبا. فبرضه الاحتمال الاول في مريض كاردك ان يكون هيباتايتس. ده بيروح مستشفيات، قد ياخد بحقنه كل شهر مره، فعرضه لهيباتايتس عن اي واحد عادي. يبقى ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني يكون كونجستد ليفر. فعلا الكونجستد ليفر ممكن يعمل شويه ديسفانكشن ويعمل علي البيليروبين. الاحتمال الثالث الريبيتد هارت فيلير، بيعمل كونجشن ويروح وكونجشن ويروح.
الريبيتد كونجيشن ممكن يؤدي الى حاجه اسمها كاردياك سيروز اوف ذا ليفر. دي سيروز اوف ذا ليفر سيروز، الاند ستيج بتاعه بيبقى فيه جونز. يبقى انا شفت العيان عينه فيها اشوف حاجه وممنوع. طب ممنوع اشوف ايه؟ بالور. ممنوع تشد جفنه كده وتقول العيان ده بيل. البالور بيتشاف في اللبس وفي الهاند، انما في العين ليه؟ لان احنا عندنا حاجه اسمها تراكوما في مصر. تراكوما بتعمل فايبرس تيشو في اللور ليد وتبينه ابيض والهيموجلوبين نورمال، فممكن يغشني جدا. يبقى ممنوع اشوف بالور في عينه، اشوف بالور في شفته او في ايده، انما عينه اشوف فيها جوندس بس. يبقى ده حاجه مهمه جدا جدا. وبعدين ننزل بعد كده على التانك هنشوف فيه طبعا سيانوزس او لا، ونقف هنا بقى. يعني ايه سيانوز؟ عندنا تو ديفينيشن للسيانوز. عندنا تو ديفينيشن، ديفينيشن اكلينيكي كلينيكال ديفينيشن وكلينيكال وديفينيشن بايوكيميكال ديفينيشن بتوع الكيمياء. الديفينيشن الاكلينيكي قال لك بلوش ديسكريشن اوف تيشوز، سهل. تيشوز ازرقت بقى عنده سينوس، ما فيهاش مناقشه. طب الناس بقى المعلمين بقى قال لك انت ال 100 سنتي دم فيهم 15 جرام هيموجلوبين، صح؟ صح. لو خدت 5 من دول عملتهم ريديوست يزرق العيان، يبقى ريدكشن مور ذان 5 جرام بير سنت. كل 100 سنتي لو خدت 5 جرام عملتهم ريديوست هيموجلوبين، يعني مش شايلين اكسجين، الدم ده هيبقى لونه ازرق. واحنا اطفال في كليه الطب زمان واحنا في سنه اولى دخل لنا استاذ قال لنا كلمة شهيرة جدا جدا، العيان الأنيميا ما يجيلوش ساينوز، وسابنا ما قالش الإكسبلانيشن. وإحنا في سنة 5 و6 بقى وخلاص كبرنا، قعدنا نفكر ليه الأنيميك بيشنت ما يجيلوش ساينوز. الأنيميك بيشنت هنقول هيموجلوبين 7، هاخد منهم 5 أعملهم ريديوز، مات، مات قبل ما يزرق. يبقى الانيميك السيفير انيميا صعب جدا جدا يجيله ساينوز، لان هاخد لو انا جالي كوزر ساينوز عندي انيميا معيش. طب والعكس، افرض واحد هيموجلوبينه 20 جرام، طب ما هو شغال ب 13 الى 15، يبقى عنده 5 منهمش فايده ريديوس، يبقى ممكن ما عندوش اي حاجه غير بوليثالسيميا تعمله ساينوز. ليه؟ لانه بقى تحقق فيه الديفينيشن، تحقق فيه more than 5 grams are reduced، اتحقق، مع ان ما عندوش مشكله غير البوليثالسيميا. يبقى ساينوزس لها تو ديفينيشن، نمره 1 بلوش ديسكريشن اوف تيشوز، نمره 2 more than 5 gram per cent is reduced. اتفقنا؟ عندنا نوعين من الساينوز. زمان واحنا بنروح المدرسه في الشتاء كنا بنركب عجله، توصل المدرسه تلاقي ايديك زرقاء، نفركها كده شويه يروح الزرق. وانا راكب العجل الدنيا برد، حصل سيفير فازو كونستريكشن، خلى السيركوليشن فيري سلو، والدم ماشي ببطء، يتسرق منه الاكسجين. على بال ما اوصل من الارتيريال سايد للفينوس سايد هيكون مور ذان 5 ريديوست، هيكون سحبت الاكسجين. زي بالظبط شارع في مشي عربيه، وهنا مليون واحد على الرصيف ده ومليون واحد على الرصيف ده، بقى لهم سنتين ما كلوش، والعربيه كارو، عربيه كارو بيور احمر عليها جميع، مش الاكل حلو قوي، كباب وكفته وكابوريا وجمبري وكل اللي انت عايزه، ومشي. طبعا على بال ما يوصل اخر الشارع هيكون الناس دول كلوا الحمار، لانهم بقى لهم 5 سنين ما كلوش، هيكون كلوا الحمار. ليه؟ ليه؟ لان العربيه ماشيه ببطء. لو هذا الاكل كله على العربيه سريعه جدا، مفيش بني ادم يقدر يمد ايده. هذا هو البريفرال ساينوز، دم ماشي على مهله قوي، فالتيشوز جعانه، خدت الاكسجين كله، على بال ما وصل فينوس انت بقى مور ذان 5 ار ريديوست فتزرق. بس ده ممكن يكون ظاهره فيسيولوجيه زي ما قلت لكم في البرد، او ظاهره باثولوجيه، اي سيفير فازو كونستريكشن بيعمل كده، مثل الهارت فيلير. الهارت فيلير لما الكارديو بوت يقل يبتدي
فلو اوف بلاد في البريفري يقل فيحصل بريفرال ساينوس. سهل سهل جدا. طيب امال التاني بقى ايه؟ اسمه سنترال ساينوس. التاني اسمه سنترال ساينوس. يعني ايه سنترال ساينوس؟ يعني الدم طالع من الليفت فنتريكل الى الاورطه في الديفينيشن. الدم طالع من الليفت فنتريكل الاورطه متحقق فيه الديفينيشن اللي هي مور ذان 5 ار ريديوست، فهيصبغ كل الانسجه باللون الازرق. ايديا زرقاء ورجليا زرقاء وعينيا زرقاء ولساني ازرق. طب اشمعنى اللسان هو اللي بيحدد ده بريفرال ولا سنترال؟ هنا نقول سبحان الله سبحان الله. اللسان قلتها قبل كده في الحراره is deprived from autonomic nervous system، ما عندوش اوتونومي، فلا يصاب بفازو كونستريكشن ولا فازو دايلاتيشن. يبقى لو ازرق يبقى الدم ازرق فعلا. ما اقدرش اقول واحد لسانه عنده فازو كونستريكشن ده بريفرال. يبقى الفرق بين البريفرال والسنترال سهل جدا جدا، وهو ان انا ابص على لسان العيان. if the tongue is blue خلاص. في واحد يقول لك طلع لسانه، اقلب لسانه، اقلب لسانه لو التانج كوتد بس. في ناس عندها كوتد تانج ابيض فما يشوفش، اقول له نشوف الاندر سيرفيس بتاع التانج. انما لو لسانه ظاهر خلاص المشكله بتاعت. يبقى الساينوزس اتفقنا عليه بريفرال وسنترال، الفرق اللي بينهم ده تانج مهم جدا جدا. تقول لي في فرق تاني؟ اقول لك اه مهم جدا. انتوا عارفين الهايبوكسيا والهايبركاربيا تعمل فازودايلاتيشن، فالسنترال ساينوزس ايده دافيه، لما امسك ايد زرقاء دافيه يبقى سنترال، بينما البريفرال ساينوزس ده سيفير فازوكونستريكشن تبقى زرقاء وساقعه. لو واحد عنده سنترال ساينوزس لسبب يعمل كلابنج، فلو لقيت ساينوزس مع كلابنج هتكلم مع كلابنج دلوقتي حالا، فهيكون ايه؟ سنترال. انما البريفرال لا يمكن يبقى فيه كلابنج. بلاش يا اخي، هات كوز ميه سخنه حط فيه ايد العيان، اذا اختفى الساينوزس يبقى بريفر. طب ولو سنترال يزيد ليه؟ انت عملت فازودايليتيشن فخدت مور بلاد والدم اساسا ازرق، فانا جبت دم اكتر يقوم ايه يزرق العيد اكتر. ده الساينوس. وات ذا الديفينيشن والانواع؟ وات ار ذا كوز؟ بريفرنس ساينوس كوز باي سيفير فازوكونستريكشن او لو كارديك اوتبوت. خلاص السنترال ساينوس، تعال نبص ازاي هيحصل. ادي لانج اهي، وادي لانج الثاني اهي، والهارت هنمشي على الصوره بتاعتنا منتظمه، انه رايت هارت اهو وليفت هارت اهو. الدم طالع من هنا بيجي هنا وراح طالع على الارض. عايز اعمل ساينوس، حاجه من اثنين، يعمل لانج بايظه يبقى الدم راح للانج ولم يتاكسد لان اللانج وحش. extensive lung disease. كلمة extensive مهم لأن اللنج ديزيز العادي ما يعملش سنتر ساينوس. نمونيا موافقة جدا جدا. ARDS موافقة جدا جدا. massive collapse موافقة جدا جدا. نوموثوركس من النوع التنشن اللي بيجي على ناحية ويطبق الناحية التانية موافقة جدا. يبقى extensive lung disease يعمل سنتر ساينوس. أو الدم ما راحش اللنج خالص خالص، نقل من هنا لهنا بقى رايت تو ليفت شانت كونجنتال هارت. واحد اتولد كده ان الدم بيجي من اليمين للشمال هيزرق طبعا لان الدم ما راحش اللنج. يبقى عندنا وات ار ذا كوزز اوف سنترال ساينوس. ككلام عام سهل جدا، واحد اكستنسيف لنج ديزيز، اثنين رايت تو ليفت شانت، ثلاثه لسه قايل بوليثيسيمي اللي عنده دم كتير اكسد اللي هو عايز يكسده ساب الباقي. لما ساب الباقي تحقق فيه الديفينيشن، تحقق فيه بقى مور ذان 5 ارديوز ازرق، رغم ان ما عندوش نقص اكسجين خالص انما عنده ساينوزس لان عنده مور ذان 5 جرام ارديوز. الليفر سيلوزس يا اخوانا يعمل سنترال ساينوز. لماذا؟ الليفر سيلوزس بيطلع حاجه اسمها في دي ام او في دي اس، فازو دايليتور ماتيريال او فازو دايليتور سبستانس. تروح اللنج تعمل مشكله هتكلم عليها دلوقتي حالا، تعمل سنترال ساينوس. تعال نشوف ايه المشكله اللي حصلت في اللنج عشان نحشر معاها سبب رابع ونخلص من السنترال ساينوس. لو انا عملت فتحه بين الفيمورال ارتري والفيمورال فين،
ينتقل الدم من الأرتر إلى الفين. لماذا؟ لأن الضغط في الدم في الأرتر أعلى من الفين، سواء في السيستول أو في الدياستول. يحصل حاجة؟ لا، أنا بنقل دم نظيف إلى دم مش نظيف، فمش هيحصل حاجة. لو فتحت فيمورال أرتري على أي أرتري على أي فين، الأرتيريال بريشر أعلى من الفينوس بريشر طبعا، فينتقل الدم من الأرتري إلى الفين، فما يعملش ساينوزس طبعا، ما عدا في حتة واحدة. بالموناري أرتري الضغط فيه عالي ونان أكسجينيتد، والبالموناري فين الضغط فيه واطي وأكسجينيتد. السيستم في اللنج معكوس، ده بالموناري أرتري هو اللي طالع من الرايت فنتري وشايل نون اوكسجينيتد بلاد، والبالمونري فينز هي اللي رايحه ليفت سايد شايله اوكسجينيتد. يبقى لو عملت بالمونري ارتيريو فينوس فيستولا يزرق العيان، لان نقلت نون اوكسجينيتد بلاد هاي بريشر الى اوكسجينيتد بلاد لو بريشر في اللنج. الليفر سيروز نفس القصه، الليفر سيروز لما يحصل ليفر سيروز ادفانسد ممكن يفتح شانس في اللنج. يبقى الشانس في اللنج اما تروماتيك او كونجينيتال او اي حاجه بوست انفلاماتوري، يا اما نتيجه ليفر سيروز. بس شنط في اللنج تساوي ساينوز، بعكس الشنط في اي حته. الشنط في اي حته بنقل ارتيريال بلاد نظيف الى فينوس بلاد مش نظيف، ما يحصلش حاجه. انما في اللنج بنقل ارتيريال بلاد مش نظيف الى فينوس بلاد نظيف، السيستم في اللنج معكوس. يبقى what are the causes of central cyanosis؟ اتفقنا عليها: extensive lung disease, right to left shunt, liver cirrhosis أو arterio venous fistula. arterio venous fistula ساعات الهيموجلوبين abnormal يقوم يزرق العين شوية، ودي حالة نادرة زي الميت هيموجلوبين، يبقى ايه العين أزرق شوية، لكن ده حاجة نادرة جدا جدا جدا. يبقى الساينوس قلنا definition وقلنا types وقلنا الكوز. في حتة بقى مهمة جدا، clubbing of the fingers، دي حاجة مهمة جدا 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 طبعا في الكارديولوجي. What is the definition of clubbing؟ كل واحد يوصل صباعه كده هيلاقي في زاوية منفرجة بين اللحم وبين الضفر، ادي ضفري اهو وعامل كده، وادي بقية صباعي اهو، دي زاوية اهي، بص عليها، زاوية منفرجة obtuse angle بين النيل وبين السكين هنا. Obliteration of this angle is the clubbing. Obliteration of this angle is clubbing. يبقى what is clubbing of the finger? It is obliteration of the angle at the nail bed. اتفقنا؟ طيب what is the mechanism؟ ايه اللي يعمل clubbing؟ في tissues هنا عند العظمة دي كده بتزق هذا الضفر على فوق، بتزقه على فوق يقوم يضيع الانجل دي. يبقى what is the mechanism؟ proliferation of tissues under the nail bed. يبقى what is the definition؟ obliteration of the angle at the nail bed. what is the mechanism؟ proliferation of tissues under the nail bed. what are the causes؟ اي حاجة خلي دي proliferate، التيشوز دي بتبروفيريت بحاجتين لا ثالث لهم، اما كرونيك هايبوكسيا او كرونيك توكسيم. بس يبقى عندي هايبوكسيك كلابينج وتوكسيك كلابينج. الهايبوكسيك كلابينج العين ازرق هنسميه بلو كلابينج، لان بيبقى كلابت وازرق، بينما التوكسيك كلابينج هنسميه بيل كلابينج، لان هو كلابت بس فاتح بيل مش ازرق. يبقى وات از ذا causes of proliferation of tissues under the nail bed اللي زقت الضفر وعملت الكلابينج، يا اما كرونيك هايبوكسيا يا كرونيك توكسيمي. هايبوكسيا لازم تكون كرونيك. كرونيك هايبوكسيا احنا لسه قايلينها اهي في الساينوس، يا اما هايبوكسيا او توكسيم. الهايبوكسيا حاجه من الاثنين، يا اما رايت تو ليفت شانت اللي لسه قايلينها في الساينوزس، يا اما اكستنسيف لانج ديزيز. الشرط كرونيك، مفيش هايبوكسيا اكيوت، ما تقوليش انا مسكت اخنقه ومنعت اكسجين بقى كلابد، ازاي؟ عايز 6 اشهر عشان يبقى كلابد، والتوكسيميا عايزه 6 اسابيع عشان تبقى كلابد. يبقى كلابينج اوف ذا فينجر، ات از اوبليتريشن اوف ذا انجل ات ذا نيل بيد. جريد 1 2 3 4.
causes of proliferation, يا chronic toxemia يا chronic hypoxia. Chronic hypoxia يا left to right shunt أو chronic lung disease. Toxemia زي أي حاجة. Bacterial endocarditis, ulcerative colitis, osteomyelitis, TB, أي حاجة تعمل توكسيميا لمدة طويلة تدينا هذه المشكلة وهي مشكلة الكلابينج. أما ألاقي عين عنده كلابينج ده فيزيكال ساين مهمة جدا جدا. تقول لي في ناس مولودين كلاب ديس، تلاقي صوابع شكلها غريب كده وهو عارف كده، وأنا أسأله أقول له إيه صوابعك دي؟ تقول لي لا لا ما تقلقش يا دكتور ده أنا مولود كده. في أوكيوبيشنال عليه علامة استفهام، هل في شغله كانوا زمان يعلمونا يقول لك الجزماتي عشان ماسك الابره، او انا اشك في هذا تماما يعني. فاوكيوبيشنال كلابينج دي الغيها، لكن فاميليار كلابينج عيله فيها كلابينج وارد جدا. بعد ما نخلص بقى اكزامينيشن اوف ذا تانج واوف ذا هاند اوف كلابينج وساينوزس، مواضيع مهمه جدا، هننزل على اللور ليمز. اللور ليم اللي شفناه في الابر ليم بنشوف اللور، يعني ساينوزس نشوف اللور ليم، بيريفرال وسنتر كلابينج نشوف اللور ليم، ما فيش اي مشكله. لكن هنفترض افتراض قطر طلع من محطه مصر، كلمت اسكندريه قالوا لي وصل اسكندريه، من هو الحلوف اللي يكلم بنها؟ ها القطر عدى؟ ما طبعا عدى اذا كان هو وصل اسكندريه. لا ولسه الحلوف زياده، يروح مكلم طنطا، ها القطر عدى عليكم؟ اه عدى. طب انا عارف لانه وصل اسكندريه. لا لسه حلوف اكبر بقى، ده منهور. اذا القطر طلع من مصر وصل اسكندريه، لا اسال في بنها ولا طنطا ولا ده منهور، لانه وصل خلاص. الدم ماشي كده، عندي ارتري اسمه دورسال سبيدس، حسيته خلاص يبقى القطر وصل اسكندريه. ما اشوفش بقى البوستيريور تيبيال ولا البوبليتيال ولا دول، المحطات دي اشوفها. انما قالوا لي القطر ما وصلش اسكندريه، اسال في دمنهور، قالوا لي عدى يبقى العطل بين دمنهور واسكندريه، قالوا لي ما جاش اسال في طنطا، قالوا لي عدى يبقى بين طنطا واسكندريه، قالوا لي ما عداش اسال في بنها، قالوا لي عدى يبقى بين بنها، وهكذا. يبقى انت بتشوف الارتيريال سيستم في رجلك. اذا شفت اخر حاجه خلاص الدورسال سبيدس اخر حاجه لقيته، ما تقعدش بقى تدور فبوسيور تيبيال وبوبليتيال وفيمورال، لا. انما ما لقيتش الدورسال سبيدس اشوف المحطه اللي قبليه بوسيور تيبيال، ما لقيتوش اشوف البوبليتيال، وهكذا. يبقى ده الارتيريال سيستم. يبقى اللور ليمب تشوف فيها ما شفته في الابر ليمب وهو كلابينج وساينوس، ثم الارتيريال سيستم، ثم اهم حاجه في الدنيا إديما اوف لور ليمب. اذا لقيت إديما اوف ذا لور ليمب شوفها يونيلاترال ولا بايلاترال، دي اول حاجه تعرفها، يونيلاترال ولا بايلاترال. لان بايلاترال إديما يبقى سيستميك ديسوردر، هارت ليفر كيدني حاجه سيستميك. انما لو لقيت رجل مورمه والثانيه لا، يبقى في حاجه موضعيه لوكال، زي اللي عنده دي في تي، اللي عنده دي في تي رجل مورمه. انما ما الاقي الاثنين مورمين ده يريح. ثم لو لقيتهم مورمين بقى ابقى حاجه مهمه جدا اشوفها بيتنج ولا نون بيتنج. مين شاطر يقول لي تعتمد على ايه؟ بيتنج وران بيتنج تعتمد على ايه؟ برافو انت شاطر اللي قلت. تعتمد على البروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال فلويد، تعتمد على البروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال فلويد. اذا بروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال فلويد عالي تبقى نون بيتنج، اذا بروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال فلويد واطي تبقى بيتنج. مثال الليمفاتيك اوبستراكشن، بروتين كونتنت از هاي تبقى نون بيتنج. الميكسيديما ده بروتين كونتنت اوف ذا انترستيشال عالي تبقى نون بيتنج. هارت فيلير لا بروتين كونتنت ما هوش عالي يبقى بيتنج. نيفروتيك سندروم ده بروتين كونتنت مش عالي يبقى بيتنج. يبقى لو شفت إديما اشوفها بايلاترال ولا يونيلاترال؟ كانت بايلاترال يبقى ده سيستميك ديس اوردر، ليفر او هارت او كيدني او نيوتريشن. اذا كانت وان ليمب هي اللي مورمه يبقى ده افكر في حاجه لوكال. بس لا تنسى ان اي حاجه سيستميك تبتدي برجل، يعني الهارت فيلر يبتدي برجل مورمه، فده لازم يكون بقى له مده، يعني رجل مورمه بقى له مده عشان اقول دي رجل واحده.
انما يقول لي بقى لها 3 4 ايام ده مش قرينه اطلاقا انه مش سيستميك ديس اوردر. فاهمني؟ طبعا شفنا اللور ليمس كويس، شفنا الابدومن، هنشوف الابدومن حاجات مهمه، الليفر والسبلين والكني والاسايتس، 4 حاجات هشوف الليفر والسبلين والكني والاسايتس. كل حاجه لها حاجه. بشوف الليفر ليه؟ لو العيان suspected to have right sided heart failure سهلة. اشوف الكني امتى؟ if the patient is hypertensive اشوفه polycystic kidney ولا لا. اشوف السبلين امتى؟ لو العيان suspected to have bacterial endocarditis يبقى عنده just palpable spleen. ascites امتى؟ لو كنت بفكر concept pericarditis او pericardial effusion او heart failure. يبقى عندما تسأل انت بتفحص بطن العيان في حالة heart ليه؟ اشوف الليفر congested liver يبقى right sided heart failure. السبلين just palpable spleen افكر bacterial endocarditis وعين توكسيك وعنده فيفر. الكدني انا حاسسهم الاثنين فعيان هايبرتنسيف بقى عنده polycystic kidney. عنده اسايتس وهو heart failure او concept pericarditis او pericardial effusion يحل لي المشكله. الشيست اكزامينيشن في عيان الهارت زي شيست اكزامينيشن في عين شيست بالظبط، يعني الشيست والهارت وان يونت. ما اقدرش اقول لك الشيست اكزامينيشن ده جنرال اكزامينيشن في عين هارت، لا ده عيان الشيست زي عيان الهارت في الشيست بتاعه، زي عين الشيست اشوف الهارت بتاعه كما انا كنت بشوف حاله هارت. يبقى احنا فاضل لنا حاجه مهمه جدا 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 هقولها لكم المحاضره الجايه، اكزامينيشن of the neck. This is very important. شكراً.